خطف مسلحون ملثمون مسؤولاً في أكبر المشافي الحكومية في مدينة تعز إلى جهة غير معلومة. وأفاد مصدر أمني أن الملثمين خطفوا طبيباً من أمام بوابة المشفى واقتادوه إلى جهة مجهولة، في حين لا تعرف دوافع الاختطاف وهويات المسلحين. وهدد الأطباء والعاملون في المشفى بالتوقف عن العمل في حال لم تقوم الأجهزة الأمنية بواجبها في تعقب الجناة والقبض عليهم. ولتسليط الضوء أكثر على هذه الحادثة، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد الدميني، نائب مدير مستشفى الثورة بتعز. بداية، هل لنا أن نعرف دكتور أحمد من هي هذه الشخصية التي تم اختطافها من المشفى؟ نعم أخي العزيز، أود أن أوضح أن الآن المستشفى مغلق، خاصة أقسام الطوارئ، وذلك بعد الحادثة التي حصلت من اختطاف لأحد الأطباء، وبعدها بساعة تقريبا تم إسعاف الطبيب وعليه آثار اعتداء بالضرب، وكانت الحادثة بسبب قبل أن نستمر في هذا السؤال، يعني أنتم كنتم قد هددتم بالتوقف عن العمل، الآن فعلا تم التوقف عن العمل وأصبح قسم الطوارئ مقفلا؟ نعم، الآن الأقسام مغلقة بما فيها الطوارئ بسبب هذا الاعتداء. طيب، من هي هذه الشخصية التي تم اختطافها من المشفى وكيف جرت الحادثة؟ هو أحد أطباء الطوارئ، والذي خرج بعد دوامه كان أمام المستشفى وأتى اثنان من المسلحين على متن دراجة نارية واقتادوه بالقوة وبتهديد السلاح وأخذوه إلى جهة غير معلومة وقاموا بالاعتداء عليه وتهديده بالقتل، ومن ثم تم إسعافه إلى المستشفى وعليه آثار الضرب. جاء بعد ذلك قائد الشرطة العسكرية للتحقيق، ولكن حتى الآن لا يوجد أي نتائج للتحقيق. يعني قبل الحديث عن الشرطة العسكرية، أين هو أمن المستشفى؟ ألا يوجد لكل مستشفى أو مؤسسة حكومية أمن خاص بالمنشآت الحكومية؟ أين كانوا حين تم الاختطاف؟ دكتور أحمد، هل تسمعني؟ ليس من داخل المستشفى الاختطاف، وإنما من أمام المستشفى. يعني لم يشاهد أحد عملية الاختطاف من قوات الأمن أو التابعين لوزارة الداخلية؟ كان هناك البعض من زملاء الطبيب بجانبه، ولكنهم لم يستطيعوا التدخل حينها، كان هناك تهديد بقوة السلاح. طيب، يعني الآن هل تقوم الأجهزة الأمنية بالتواصل معرفة من يقوم أو من يقف خلف هذه الحادثة؟ هل لديكم معلومات من الأجهزة الأمنية؟ نعم، لا زالت التحقيقات جارية للوصول إلى الفاعلين، ولا زلنا نتواصل مع قائد الشرطة العسكرية والسلطات الأمنية لمعرفة المتسببين بهذه الجريمة. طيب، الآن ما هي التداعيات دكتور أحمد لإغلاقكم هذه الأقسام؟ يعني معقول مستشفى داخل مدينة تعز، ومدينة تعز بحاجة إلى أن تفعل فيها أكثر من مستشفى، الآن أصبحت أكثر الأقسام مغلقة على حسب كلامك، ما هي تداعيات هذا الإغلاق؟ أود أن أوضح أن هذه ليست الحادثة الأولى، حصلت أكثر من مرة حوادث أمنية داخل المستشفيات، منها مثلا قبل أيام في مستشفى الصفوة تم إلقاء قنبلة إلى داخل المستشفى، قبله بأيام أيضا في مستشفى الصفوة تم إطلاق النار على الكادر هناك، في مستشفى الثورة لا زلنا نعاني أيضا من مشاكل الأمنية، لا يوجد إمكانيات لدينا، المسلحين لا زالوا غير منضبطين وذلك بدخولهم بالسلاح إلى المستشفى. قبل فترة أيضا كان هناك هجوم مسلح على المستشفى، وكان هناك وعود وتم الوفاء ببعض الوعود، ولكن حتى الآن لا يوجد هناك. لديكم حق في ذلك يعني دكتور أحمد، السلاح إلى المستشفيات. لديكم حق في ذلك، وفعلا في أكثر من نشرة ظهرنا ونتحدث عن عمليات مماثلة كالذي تتحدث عنها، اقتحامات وعمليات مخلة بالأمن، وبالأمس تقريبا أو قبل يومين هناك اجتماع لمحافظ المحافظة مع القادة الأمنيين والعسكريين من أجل إقرار خطة للانتشار الأمني داخل المحافظة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. الآن نتحدث عن المتضررين من المواطنين، ما هي تداعيات إغلاقكم لهذه الأقسام؟ بل لقرار إغلاق الأقسام ليس به أي بيان رسمي، وليس هو قرار إدارة
هذا هو ردة فعل من الطاقم الطبي وخاصة الأقسام التي تدعمها بلا حدود. هؤلاء الناس يقولون لي يعني إذا كنا غير قادرين على توفير الحماية لهم فهم لن يستطيعوا يعني العمل تحت هذه الضغوطات. يعني الأكثر من مرة يحدث اعتداء عليهم، أكثر من مرة يتعرضوا للتهديدات. القرار ليس إداري وإنما هو بسبب الكادر نفسه خوفا على حياتهم. طيب أنتم في إدارة مستشفى ثورة بتعز وهو أكبر المستشفيات في مدينة تعز بالتأكيد، هل شكلتم لجنة للتواصل مع محافظ المحافظة خاصة وهو رئيس اللجنة الأمنية داخل المحافظة وهو المسؤول الأول عن أي حوادث أمنية تحدث داخل المحافظة؟ بالمشكلة التي حصلت وأيضا بلغت قائد اللواء 170 وقمت بإبلاغ قيادة الشرطة العسكرية. الجميع يعني أبدوا استعدادهم لحل هذه المشكلة والتحقيق والكشف عن الفاعلين، وطرحنا لهم أيضا المشكلة الأمنية بشكل عام والمشاكل السابقة وكيف أنه لم تحل حتى الآن، ولكن لا يوجد أي شيء تم لهذه اللحظة. نعم، نحن إن شاء الله في النشرات المقبلة سنحاول التواصل أيضا مع إدارة يعني مع مسؤولين في إدارة الأمن في محافظة تعز لنستفسر منهم معلومات أكثر عن طبيعة عملهم في حماية المستشفى، لكن إلى ذلك الحين وخلال الأيام القليلة القادمة هل تنمون فعلا؟ يا أخي العزيز أريد أن أنبه إلى شيء أيضا. طبعا. المشكلة ليست أيضا في مستشفى الثورة، المستشفى الجمهوري إلى الآن مستشفى الجمهوري الجيش الوطني لا يستطيع إسعاف. نعم، في بقية المستشفيات تحصل نفس المشاكل. نعم، هذه إشكالية كبيرة تعاني منها محافظة تعز. يعني كما تحدثنا سنحاول التواصل مع مسؤولين في الأمن وفي المحافظة السلطة المحلية لنعرف وجهة نظرهم في هذا الموضوع وما هي الإجراءات التي يقومون بها. لكن السؤال هنا وهو آخر سؤال، ما الذي تنوون عمله في الأيام القادمة؟ هل تنوون الاستمرار في إقفال هذه القطاعات أو الأقسام داخل المستشفى أم ربما تفتحونها؟ هذا يعتمد على الإجراءات التي ستتخذ للحد من عدم تكرار مثل هذه المشاكل للطاقم. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر الدكتور أحمد الدميني نائب مدير مستشفى الثورة بتعز، كنت معنا عبر الهاتف.